مقتل 16 جنديا إسرائيليا في المواجهات البرية، والاشتباكات تتوسع مع الفصائل الفلسطينية على كافة محاور غزة. حماس تنشر تسجيلا لاشتباكات عناصرها مع قوات إسرائيلية في حي الزيتون، وإسرائيل توثق عملياتها في قطاع غزة. لليوم الثاني على التوالي قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. بعد طول انتظار مئات الأجانب والجرحى يغادرون غزة باتجاه مصر، وبايدن يتعهد بإخراج الأمريكيين من القطاع. الأمم المتحدة تعتبر القتال في غزة دخل مرحلة العواقب الإنسانية المروعة، وتتحدث عن فظائع بعد قصف جباليا. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من 19 تمتد على مدار ساعتين، نناقش فيها أهم ما وصل الآن من أخبار فيما يخص قطاع غزة. إذا أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس محمد عصار في استهداف جوي، فيما لم يرد أي تعليق من حماس حتى الساعة في هذا الشأن. تواصل إسرائيل القصف البري والجوي للقطاع الفلسطيني المحاصر في اليوم 26 للحرب، وفيما لم تنتهي بعد فرق الإنقاذ الفلسطينية من انتشال الجثث العالقة تحت الأنقاض أثر الغارة التي استهدفت أمس مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أفاد إعلام فلسطيني بخروج مستشفى الصداقة التركي لعلاج مرضى السرطان خروجه عن الخدمة بعد نفاد الوقود. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 8096 منذ 7 أكتوبر الماضي. أضاف أشرف الخضرة المسؤول الصحي في قطاع غزة أن هناك 3648 طفلا و 2290 امرأة، في حين تخطى عدد المصابين 22,000. وأكد أشرف القدرة مقتل 132 من القطاع الصحي في غزة، مشيرا إلى تلقي وزارة الصحة 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1120 طفلا. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن 16 مستشفى و32 مركزا طبيا في قطاع غزة خرجت من الخدمة. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور التي ترد من قطاع غزة على الهواء مباشر. الحدث تنقل الأخبار أولا بأول. القصف متواصل على قطاع غزة وأيام الحرب مستمرة، اشتباكات عنيفة بين قوات إسرائيلية وفصائل فلسطينية داخل قطاع غزة.
الفصائل الفلسطينية نشرت مقاطع لها خلال اشتباكها مع القوات الإسرائيلية. نتابع. إذن مشاهدينا، هذه صور مباشرة من قطاع غزة، أصوات المسيرات ترصد القطاع، وبعدها يتم استهداف مناطق واسعة في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات التي تحوم في سماء القطاع. إذن مشاهدينا، نذكر بأن الأردن كذلك يعلن إجلاء مواطنيه من غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وكذلك وصول أول مجموعة من الجرحى الفلسطينيين إلى مصر من غزة عبر معبر رفح. إلى ذلك، الجيش الإسرائيلي أكد مقتل 16 جنديا من قواته في عملية برية في قطاع غزة. كل هذه الأخبار مشاهدينا تتابعونها الآن. قصف إذن مشاهدينا، هذه أصوات الطائرات الإسرائيلية تنفذ غارات الآن على قطاع غزة في هذا الوقت. إذن هي حرب كاملة الأركان تشنها الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. نستمع إلى هذه الأصوات. قصف عنيف مكثف على قطاع غزة الآن مشاهدينا، في هذا الوقت على الهواء مباشر. إذن ما زلنا نستمع إلى صوت المسيرات الإسرائيلية وهي ترصد الحركة داخل قطاع غزة، وبعدها استمعنا كذلك إلى صوت الطائرات الإسرائيلية وهي تقصف، وهذه أصوات المدفعية كذلك. قطاع غزة يتعرض لقصف بري وبحري وجوي كذلك. إذن من أمام مستشفى الشفاء وسط غزة ينضم إلينا الصحفي خضر الزعنون. خضر، مرحبا بك. أصوات مكثفة وقصف عنيف خضر الآن. هل نعم بالفعل؟ نعم. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. هي بالفعل يعني سلسلة من الغارات العنيفة والمتزامنة التي يعني تنفذها الطائرات المقاتل الإسرائيلية في عدد من الأحياء، وخاصة في مدينة غزة. هذه الغارات يعني تحدث أصوات انفجارات ضخمة جدا، وأيضا يرافقها يعني اشتعال النيران ولهب وتصاعد أيضا ألسنة الدخان في الأجواء في المناطق التي يتم استهدافها، خصوصا في المناطق يعني الجنوبية الشرقية وتحديدا في منطقة جحر الديك وأيضا حي الزيتون. هذه المنطقة التي يعني شهدت وتشهد عملية توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي يعني إلى المنطقة الغربية من مستشفى الصداقة التركي حيث تتمركز في تلك الآليات العسكرية. وهذه تغطية بصراحة من الطائرات الإسرائيلية في تلك المنطقة، يرافق ذلك أيضا زميل إطلاق يعني المدفعية الإسرائيلية لقذائف بشكل عنيف في تلك المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة غزة. في حي الزيتون كان أيضا قبل تقريبا نصف ساعة من الآن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا بالمواطنين يعود لعائلة ياسين يقع بالقرب من دوار عسقولة، ما أدى
الى سقوط يعني عدد من الضحايا وايضا عدد من المصابين. ايضا بالتزامن مع ذلك تتعرض المنطقه الشماليه من مدينه غزه لقصف ايضا عنيف من الطائرات العسكريه الاسرائيليه وايضا من الزوارق البحريه التي تطلق القذائف. وهذه المنطقه ايضا تشهد عمليه توغل الاليات العسكريه الاسرائيليه. كل ذلك ايضا يترافق مع ايضا يعني تصدي ومواجهه عنيفه للفصائل المسلحه هنا للقوات الاسرائيليه وايضا توقع بها اصابات وضحايا في صفوف الاسرائيليين. كل ذلك ايضا يترافق مع وضع انساني صعب تشهده خاصه المستشفيات هنا في قطاع غزه في ظل يعني انعدام الأدوية وأيضا المستلزمات الطبية وشبه نفاد الوقود بشكل تام خصوصا من مستشفى الشفاء هنا في مدينة غزة وأيضا في المستشفى الأندونيسي الذي يقع في شمالي القطاع. أضف إلى ذلك أيضا الأوضاع المأساوية التي يحياها النازحون هنا وهم بالآلاف بل بعشرات الآلاف والذين يعني يفتقرون لأدنى مقومات الحياة هنا في القطاع. ووصلتنا بصراحة العديد من المناشدات وأيضا الاستغاثات من النازحين يطالبون بسرعة إيصال المساعدات التي وصلت يعني عبر رفح البري الحدودي مع مصر ضرورة إيصالها إلى المناطق هنا في مدينة غزة وفي شمالي القطاع. نعم. إذن خضر سأعود إليك بعد قليل وأستفسر منك كذلك عن بعض الأخبار الواردة من قطاع غزة الآن، ولكن نذكر مشاهدينا للذي انضم إلينا الآن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة الآن على حي الزيتون في مدينة غزة وكذلك استهداف محيط كذلك المستشفى الصداقة، ونستمع الآن كذلك إلى صوت المسيرات الإسرائيلية وهي ترصد الحركة في قطاع غزة ومن ثم تأتي الطائرات لتقصف والمدفعية. قطاع غزة يتعرض لقصف عنيف الآن برا وبحرا وجوا كذلك. خضر أريد أن أسألك مشاهدينا إذن نستمع إلى هذه الأصوات العنيفة الآن على الهواء مباشر، أريد أن أسألك عن الحالات التي تم إخراجها من قطاع غزة اليوم، وفيما إذا سجلت أسماء حالتها خطيرة من الممكن أن يأتيها الدور في ظل عدم هدوء الأجواء حتى اللحظة، مواصلة إسرائيل القصف يعني في ظل نعم في ظل عدم هدوء الأجواء وهي بالفعل ساخنة ومؤلمة وشديدة. يرافق هذه الغارات بصراحة زميلي الطائرات الإسرائيلية أيضا تلقي قنابل ضوئية وتغطي غالبا كل الأحياء هنا في مدينة غزة وخاصة في المناطق الشمالية وأيضا الشرقية والغربية من مدينة غزة. أيضا فيما يتعلق بأعداد من يعني خرجوا في هذا اليوم من الجرحى والمصابين والذين هم بحالات خطيرة وبحاجة للعلاج في خارج مستشفيات القطاع، كما أفدنا من المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أفادنا بأن نحو 70 جريحا من ذوي الحالات الخطيرة يعني خرجوا في هذا اليوم. 10 إسعافات توجهت من هنا من مدينة غزة يعني تقل أعداد من الجرحى وأيضا مرافقيهم باتجاه معبر رفح، وأيضا تعدت غادرت معبر رفح باتجاه يعني الأراضي المصرية للعلاج في المستشفيات والتي أعدت يعني بعضها بشكل عاجل وخصيصا في منطقة العريش ومنطقة سيناء القريبة من الحدود من مدينة رفح الحدودية. وكل ذلك يعني كما يعني أفدنا بأن معبر رفح سيفتح أيضا غدا أمام يعني أيضا خروج أعداد من الجرحى والمصابين وأيضا ممن هم حملة الجنسيات الأجنبية وخصوصا حملة الجوازات يعني اللي مزدوجنا وذلك عبر معبر رفح البري الحدودي ليتسلل لهم مغادرة القطاع. هذا يأتي أيضا زميلي في ظل أن هؤلاء الجرحى والمرضى الذين أو الجرحى والمصابين عفوا الذين خرجوا اليوم من قطاع غزة هم لا يحملون جوازات سفر فلسطينية بل وثائق وخاصة الهوية الفلسطينية وذلك لسرعة يعني العلاج وإنقاذ حياتهم حيث لا تتوفر حاليا أي من الدوائر الحكومية أو أي من المكاتب التي تقوم بإصدار هذه الجوازات والتي عادة تصدر من مدينة رام الله. لذلك تم سفر هؤلاء الجرحى معبر رفح وذلك بالهوية الشخصية. شكرا جزيلا لك من
أمام مستشفى الشفاء في وسط غزة. الصحفي خضر الزعنون على كل هذه التفاصيل. قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إنه لا يوجد منتصر في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال، فيما دانت ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في قطاع غزة. ودعت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل في بيان، دعت إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، إطلاق سراح الأطفال الرهائن الذين يعتنون بهم أيضا وفق البيان. فيما ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ندد بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف المخيم وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا مخيم جباليا بالطبع، وقال أن الاتحاد يشعر بالفزع مما حصل. وشدد بوريل على ضرورة أن تطبق قوانين الحرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية، مجددا مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف مؤقت لإطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية لتلبية احتياجات المدنيين. وأضاف أن سلامة المدنيين وأن حمايتهم ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي التزام قانوني. معنى الكلمة دمار شامل، كل الحارة كلها 20 طابق، ولا في دفاع مدني ولا في أي حاجة، اجتهاد شخصي. بدينا بنشتغل حسبي الله ونعم الوكيل، بنشتغل قاعدين كلهم ناس مدنيين، كلهم ناس غلابة، ولا مقاوم هنا، كلهم ناس غلابة. في هان مخبز على الشارع العام وفي هان بيوت آمنة. حارة السنة بلوك 6، 45 عائلة، 45 دار، 45 منزل. قال المنسق الأممي للإغاثة مارتن جريفيثس إن القتال في غزة دخل مرحلة أشد هولاً ولها عواقب إنسانية مروعة، معتبراً قصف مخيم جباليا بأنه أحدث الفظائع التي تلحق بسكان غزة. المنسق الأممي صنف الأزمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بأنها أزمة عالمية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي غير قادر أو غير راغب في التحرك بشأن أزمة غزة. ونذكر مشاهدينا بأننا نتابع هذه الصور على الهواء مباشر، ونستمع إلى أصوات قصف المدفعية وكذلك الطائرات الإسرائيلية. وفي ظل تصاعد وتيرة القصف الجاري حتى اللحظة، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن 7 من المحتجزين المدنيين لديها قتلوا في قصف في إسرائيل تجاه مخيم جباليا أمس. وذكرت القسام في بيان على تيليجرام أن من ضمن 7 الذين قتلوا 3 كان لديهم جوازات سفر أجنبية. هذا وأكد إعلام فلسطيني عودة خدمات الإنترنت والاتصالات إلى قطاع غزة بعد ساعات من انقطاعها. قال المفوض العام لأونروا فيليب لازريني إن الوكالة ستستمر في عملها بغزة، أضاف أنها تريد تقديم المساعدة لكل سكان القطاع. وأضاف لازريني أن الأمم المتحدة لم تفقد أبداً هذا العدد الكبير من الأشخاص في أي صراع آخر وفق تعبيره. رسالة الحازمة والواضحة لجميع الموظفين والناس في غزة هي أن الأونروا باقية بالفعل مع اللاجئين الفلسطينيين. لقد أبرزت في إحاطة الإعلامية بمجلس الأمن أن 70% من القتلى من النساء والأطفال. الأمم المتحدة لم تفقد أبدا هذا العدد الكبير من الأشخاص في حالة صراع، ولكن فيما يتعلق بغزة والمساعدة الإنسانية فإن الأمم المتحدة والأونروا لا يحدثان أي فرق، ونحن نريد تقديم المساعدة للناس في القطاع من رفح إلى بيت حانون وأينما كانوا. من رام الله ينضم إلينا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار الدويك. مرحبا بك دكتور عمار. يعني من خلال المتابعات
نحن نريد البدء بسؤالك، وفي الوقت ذاته نستمع إلى أصوات القصف المستمر والعنيف جدا دكتور الآن على قطاع غزة. الوضع الصحي بحسب ما يصلك؟ الوضع الإنساني بشكل عام وضع كارثي حتى الآن، منذ السماح بدخول مواد إغاثية لقطاع غزة لم يبلغ عدد الشاحنات التي دخلت عدد الشاحنات التي تدخل في يوم واحد قبل 7 أكتوبر، وهي فترة أذكر قبل 7 أكتوبر كانت قطاع غزة تخضع لحصار مشدد إسرائيلي، وكان يدخل فقط مواد للإبقاء على قطاع غزة بالحد الأدنى، كان تدخل 450 ل500 شاحنة، حتى الآن لم يدخل سوى 300 شاحنة لا تشمل الوقود، والاحتياجات الآن تقدر ب 12,000 ل 13,000 شاحنة بحاجة أن تدخل إلى قطاع غزة من أجل مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وضع المستشفيات وضع كارثي، عدد كبير منها خرج من الخدمة، وآخرها كان وأهمها مستشفى الصداقة التركي الذي يقدم خدمة علاج السرطان لحوالي 10,000 مريض سرطان في قطاع غزة، منهم 4,500 يتلقون جلسات نشطة، جلسات علاج فعالة أو يعني مستمرة، وبالتالي الآن هؤلاء يواجهون خطر الموت، لا يوجد لهم بديل. غزة أصلاً خدمات الصحية فيها ضعيفة قبل 7 أكتوبر، كان يخرج يومياً من قطاع غزة إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية بالمعدل 100 مريض يومياً لتلقي العلاج في هذه المستشفيات، نظراً لعدم توفر العلاجات خاصة العلاجات الحساسة والمتخصصة في قطاع غزة. وبالتالي احنا نتحدث يعني حوالي الآن 2,500 ل3,000 هؤلاء بحاجة لعلاج خارج قطاع غزة لم يخرجوا منذ 7 أكتوبر، نتحدث عن حوالي 50,000 امرأة حامل في قطاع غزة، حوالي 1,000 ل1,200 شخص يتلقون خدمة غسيل الكلى، وبالتالي المستشفيات الآن هي في الرمق الأخير، جزء كبير منها خرج من الخدمة، الطواقم الطبية أصبحت مستهلكة ويعني عفوا في مرحلة استنزاف كامل بعد عمل 25 يوما على مدار الساعة، بالإضافة إلى نقص شديد في المواد وتقريبا نفاذ مخزون الوقود. الآن المستشفيات خاصة في منطقة غزة والشمال تعتمد على تبرعات المواطنين وتبرعات المؤسسات التي بقي لها نذر يسير من الوقود تقوم بتقديمه لهذه المستشفيات حتى تستطيع تشغيل المواد الأساسية فقط، يشغلوا الأجهزة الضرورية للإبقاء على الحياة مثل حاضنات الأطفال أو أجهزة الإنعاش أو أجهزة غسيل الكلى. وبالتالي هناك انهيار كامل في المنظومة الصحية في قطاع غزة، وحتى إدخال الشاحنات لن يعد كافيا، لأنه حتى لو دخلت المواد الطبية المستشفيات مدمرة، عدد كبير مستشفيات دمرت جزئيا أو إلى حد كبير، إعادة تشغيلها أصبح يعني صعب جدا، وبالتالي طيب. نتحدث عن حاجة إلى تدخلات غير عادية. عمار حد الأدنى. دكتور عمار ستبقى معي، أعود إليك، ولكن مشاهدينا لابد أن نذكر من انضم إلينا الآن: قصف إسرائيلي مكثف الآن على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، أنتم تشاهدون الآن منذ نحو نصف ساعة تماماً ولم ينقطع الصوت على الإطلاق. دكتور عمار ستبقى معي، الصوت والصورة من قطاع غزة يفرضان نفسيهما علينا الآن، ونحن نتابع مشاهدينا صوت مكثف للطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة الآن، قصف متواصل على مدار الدقيقة.
إذن مشاهدينا، غارات وقصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الآن نحن نتابع منذ نحو 25 دقيقة والقصف متواصل من دون انقطاع، وما زال. دكتور عمار، أمام هكذا حالة، كيف يمكن مساعدة أبناء قطاع غزة؟ يعني إذا كانت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان تتحدث عن مأساة، وكذلك المعنية بحقوق الطفل تقول بأنه ما من احترام للقوانين الدولية، نحن نتحدث معك والقصف مستمر، ما هو السبيل لمساعدة الناس في قطاع غزة؟ الجميع يقف عاجز الآن، يعني جميع المنظمات الدولية الحقوقية والإغاثية والهيئات وحتى الدول تقف عاجزة. نحن نتحدث عن فشل منظومة الحماية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، فشل منظومة الإغاثة التي تبناها الأمم المتحدة، وفشل منظومة حقوق الإنسان، وفشل القانون الدولي. فكرة القانون الدولي هي بمكوناته المختلفة هي توفير الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، هذه جميعها انهارت. يعني أدوات التدخل لا تخرج الآن عن المناشدات والخطابات العاطفية، يعني حتى الأمين العام للأمم المتحدة كل عدة ساعات يعني ينشر على منصته مناشدات، وكذلك الأمين العام المساعد جريفيث، وكذلك المفوض الأونروا والدبليو اتش او. دبليو اتش او أيضا نشرت عديد من المناشدات حول أوضاع المستشفيات. المشكلة أن إسرائيل ما زالت تحظى بغطاء أمريكي، وأيضا بعض الدول الأوروبية المتواطئة، يعني طالما موجود هذا الغطاء سيستمر القتل، ويجب كشف هذا الغطاء، أن هذه الدول التي تؤثر على القرار الإسرائيلي تحديدا الولايات المتحدة هي التي يجب أن تغير موقفها وأن توقف هذا القتل. الآن الضمير العالمي في اختبار ويقف عاجز أمام آلة القتل والإبادة الجماعية. للأسف حتى الآن مصطلح الإبادة الجماعية يستخدم على نطاق ضيق، وأغلب الذين يستخدمونه هم مؤسسات حقوقية فلسطينية أو مؤسسات عربية أو بعض الدول العربية، لكن حتى الآن لم يدخل إلى الخطاب الحقوقي الدولي، مع أن ما يجري هو عملية إبادة جماعية مكتملة العناصر والأركان حسب المادة 6 من ميثاق روما. ومع ذلك التحركات الدولية رغم أهميتها لا نقلل منها تزداد ضغطا، تزداد قوة، هناك تحول أيضا في المزاج الدولي. كثير من الدول التي كانت داعمة بشكل مطلق الآن بدأت تأخذ مواقف أكثر توازنا، لكن هذا لا يكفي. المطلوب أنه هذا الدمار وهذا القتل والإبادة الجماعية أن تتوقف، ولا يمكن أن تتوقف إلا بنزع الغطاء والشرعية الدولية التي ما زالت موجودة الآن لإسرائيل، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تحدث به يوم أمس وزير خارجية الولايات المتحدة عندما قال أن الوقت غير جاهز لوقف إطلاق النار، لأنهم ينظرون للموضوع من منظور سياسي، منظور عسكري، وليس من منظور قانوني. وهذا ما تحدث به اليوم مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل، الذي قال أن وقف قتل المدنيين وليس التزام أخلاقي وإنما التزام قانوني. لكن الإشكالية البنيوية في القانون الدولي أنه لا يوجد آليات لإنفاذه، وآليات إنفاذه هي في يد مجلس الأمن، ومجلس الأمن خاضع لابتزاز الفيتو. وبالتالي القانون الدولي واضح أنه قانون وضع لخدمة القوى الكبرى تستخدم ما تشاء وتحرك أدواته وأسنانه في الصراعات التي تقرر هي تختاره، وتصمت وتعطينا بعض التصريحات فقط لإفضاء الرأي العام. شكرا جزيلا لك من رام الله الدكتور عمار أدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وصف وزير الدفاع الإسرائيلي وصلت داخل إطار مدينة غزة، وأضاف أن بعض الجنود الإسرائيليين أصيبوا في الاشتباكات، ومنذ أمس ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 16 جنديا، فيما نقل 17 مصابا
بعضهم بجروح خطيرة إلى المستشفيات. في شأن متصل، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال إن الجهاز تحت إمرته حصد فشلاً كبيراً أخفق في توفير إنذار حول إمكان اندلاع حرب، محملاً نفسه مسؤولية ذلك. خسائرنا خلال العملية البرية الأخيرة في غزة مؤلمة، لقد سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوفنا. منذ هجوم 7 أكتوبر أبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتل ذويهم، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا. كما أن هناك أولوية قصوى للجيش الإسرائيلي، وهي إعادة المختطفين في غزة وعددهم 240 إلى عائلاتهم. كم أمبولانسين كانوا عشان تصوير 1 2 3 4 5 ولين يشمر إذا زي ملبنان إذا كم تصوير مويدين إذا كم تصوير مويدين أدنان بينك هنا خاي صفات زي صفات من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لنا كل غاصي. لنا ما جديد القرارات الإسرائيلية فيما يخص العمليات العسكرية وكذلك حال الميدان اليوم؟ نعم، فقط دعني أبدأ قبل قليل أيضا كنتم تبثون الكلمة وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت. الآن هناك أيضا رد من قبل وزير المالية بتلئيل سموتريتش، وهو يعني يتحدث عن ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي. بتلئيل سموتريتش وأيضا إيتمار بن غفير، نحن يعني كنا قد تحدثنا أيضا قبل هذه الحرب عن الأيديولوجيا المتطرفة لدى الحكومة اليمينية المتطرفة. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن أو هو بالفعل كان يطلب تسليم الأموال للسلطة الفلسطينية، أو ما يعرف بالمقاصدة، أموال المقاصدة يجب تسليمها للسلطة الفلسطينية. ولكن وزير المالية بتلئيل سموتريتش يقول بأنه لا يجب على الحكومة الإسرائيلية القيام بمثل هذا الفعل، وحتى يقول بأن السلطة الفلسطينية هي جزء من المشكلة لا الحل. ونحن نعلم أنه لا يؤيد أيضا حل الدولتين، وإضافة لذلك يعني كان يهاجم وزير الدفاع بسبب تصريح. أما بالنسبة للأوضاع الميدانية، نتحدث أيضا عن استهدافات مباشرة حاليا في المناطق الشمالية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصف عنيف بالحقيقة في عدد كبير من المناطق تتركز في المناطق الشمالية، وأيضا المدفعية الإسرائيلية أيضا تقوم بقصف عدد من المناطق بوسط قطاع غزة، وأيضا استهدافات في الجنوب بدأت منذ صباح اليوم، لم تتوقف منذ بداية هذا العدوان. ولكن يعني كان قد أيضا أرسل رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي هيرتز هليفي رسالة اليوم للجنود والقادة الإسرائيليين في قطاع غزة، وقد أكد بأن سوف يتم تكثيف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأن هو مستعد وإسرائيل أيضا مستعدة لدفع الثمن، وهو يعلم أن الثمن سوف يكون كبير، ولكن يقول بأنه يجب عليهم تنفيذ هذه العملية لتحقيق الأهداف التي تم وضعها منذ البداية، وهو الهدف الأول طبعا القضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس، إضافة لذلك إخراج وإرجاع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من القدس مراسلة الحدث لنا كل غاصي.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري لغزة، وأضاف أن خسائرها أكبر بكثير مما تعلنه. فها هو العدو يبدأ حربه البرية في ظل قرار مرتجف وقيادة منقسمة، وإذا بالمجاهدين الأبطال يذيقونهم الموت الزؤام كما وعدوهم، تعلنون عن بعض الخسائر وبالتدريج، ولكن ما تعلمه كتائبنا وما ستنشره أكبر بكثير، سيصدمكم ويصدم شعبكم ومن يقفون وراءكم. قدمت الحركة تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر ومرورا بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير. هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية. كما أشار هنية إلى أن الرهائن الإسرائيليين يتعرضون لنفس الدمار والموت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. أن تدرك هذه العصبة المتغطرسة، بل هذه العصابة المتغطرسة، أنهم غرقوا في رمال غزة، سيكون ذلك قد كلفهم كثيرا وعلى كل الأصعدة، بما فيه حياة أسراهم، والذين يتعرضون لنفس القتل والدمار الذي يتعرض له شعبنا، وآخرهم الذين قتلوا في مجزرة جباليا أمس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مرحبا بك بدأ القادة الإسرائيليون يتحدثون عن الخسائر بشكل كبير هذه الأيام، على الأقل منذ نحو 4 إلى 5 أيام. ما معنى ذلك أستاذ محمد؟ مساء الخير لك وللسادة المتابعين. أعتقد بأن إسرائيل تجاوزت فكرة الشعور بالذنب حيال يعني وقوع خسائر في أي معارك تخوضها تحديدا مع الفلسطينيين. هي اعتادت على أن تخوض معارك من دون خسائر تحديدا في قطاع غزة، يعني خاضت 4 حروب وكانت الخسائر محدودة جدا، هناك حرب لم يكن فيها أي قتيل إسرائيلي في قطاع غزة، وأيضا يعني مستوى الخسائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في كل المعارك تكون يعني غير متناسبة، هناك يعني إيقاع خسائر كبرى بالفلسطينيين على المستوى الـ يعني الشهداء، إصابة أعداد كبيرة من الجرحى الفلسطينيين وإصابات محدودة جدا في الجانب الإسرائيلي، لأنه لا يوجد نسبة وتناسب حقيقي بين قوة النار الإسرائيلية وقوة النار الفلسطينية. هذا من جانب. من جانب آخر أن إسرائيل يعني هناك روح الغطرسة التي كانت تتحلى بها بصورة دائبة، وبأنها الجيش لديها يعني أقوى جيش في المنطقة، ولديها جيش لديه مستوى عالي من التكنولوجيا ويستخدم هذه التكنولوجيا بأشكال مختلفة، وبالتالي يعني المجتمع الإسرائيلي الداخلي تعود على مستوى من الرفاهية، ليس معتادا على وقوع إصابات، وأن القرارات السياسية الأمنية خلال السنوات الماضية، خلال 20 سنة الماضية الأخيرة، كانت يعني تقدر بأن إسرائيل لا تستطيع خوض حروب لأنها لا تتحمل فكرة وقوع خسائر. الآن الجيش حسم هذه الفكرة، لأن الجيوش دائما يعني تتقدم بأهداف سياسية ولا تتقدم بالخوف من خسائر أو عدد الخسائر. عندما تكون قادرة على تحقيق أهداف سياسية تقدم الثمن المطلوب. هناك هدف سياسي كبير بالنسبة لإسرائيل، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الرئيس بايدن أو البيت الأبيض قال بأن ما كان قبل 7 أكتوبر لن يكون بعد الآن، ولن تكون حماس في الحكم بعد هذه المعركة على الإطلاق.
وهذا هو العنوان الرئيسي الذي يتطلب معركة طويلة. لا أحد يعرف بالضبط وبالتفصيل القدرة العسكرية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن حتى الآن يعني لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أو أنه يستخدم تكتيكا لا يتدخل بصورة واسعة ولا يدخل يعني أرتال كبيرة من الدبابات إلى قطاع غزة. هو يتمركز في محيط قطاع غزة، يفصل منطقة مدينة غزة ومحافظة غزة عن الجنوب، ويطوق ويشدد الخناق على المدينة، يمنع يعني دخول وخروج المساعدات الإنسانية إلى المدينة، ويقوم بعمليات تدخل عسكرية محدودة. هذه العمليات العسكرية تشتبك مع مقاتلين وتشتبك على الأرض مع مقاومين، وتوقع يعني خسائر في صفوف الإسرائيليين لم يعتادوا عليها من قبل. وبالتالي يعني هناك مفاجأة في لدى المستوى العسكري والمستوى الأمني والمستوى أيضا السياسي، ولكن الجميع يجمع على أن هناك ثمن يجب أن تدفعه ما دام هناك هدف سياسي كبير تريد تحقيقه. طيب أستاذ محمد سعود، إليك للذي انضم إلينا الآن مشاهدين هذه الصور من قطاع غزة. القصف متواصل على قطاع غزة ونحن نتابع هذه الصور. أستاذ محمد، كذلك أستطلع منك ما تحدث به إسماعيل هنية اليوم، قال بأن خسائر الإسرائيليين أكبر وأكثر مما يعلنون. إلى أي حد هذا واقع على أرض المعركة الآن؟ أعتقد بأن يعني إسرائيل لا تخفي خسائرها، ولكنها تعلن خسائرها على دفعات، وهناك بروتوكول لإعلان خسائر الإسرائيليين في المعارك. لا تعلن الخسائر فورا، ولكن تعلن أن هناك خسائر وأن هناك يعني خسائر، ولأنهم لم يعتادوا على في المعارك مع الفلسطينيين لم يعتادوا على خسائر بشرية كبيرة، لذلك يفاجئون بأن هناك خسائر، وهذه الخسائر قياسا بالمعركة ليست كبيرة. أعتقد بأن إسماعيل هنية يتحدث بصورة عامة وبصورة عاطفية، باستثناء ما تحدث به عن موضوع حل الدولتين، ويعني أن الحل السياسي هو بإنشاء دولة فلسطينية. هذا هو الجديد الذي تحدث به، ومن وجهة نظر يعني جمهور حماس، ما قيمة ما تحدث به في هذا الموضوع، نقطة حل الدولتين؟ أستاذ محمد، حل الدولتين هو يعني مقترح مدعوم دوليا وكذلك عربيا، فيما إذا كانت إسرائيل تقبل بذلك بالطبع. يعني حتى الآن إسرائيل هي التي تمتنع عن الموافقة على حل الدولتين. الولايات المتحدة الأمريكية لا تبذل أي جهد ولا تستثمر في حل الدولتين. الاتحاد الأوروبي ينادي بحل الدولتين ولكنه لا يعمل أي شيء على الإطلاق. حتى حل الدولتين يعني في جوهر هذا الحل هو يعني اقترحه اليسار الإسرائيلي للتخلص من عبء الديموغرافيا الفلسطينية، ولم يقترح باعتباره حلا للقضية الفلسطينية، ولم يتم يعني الاعتراف مع هذا المقترح بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه، وبالتالي يصبح يعني جزء من محاولات حل مشكلات لإسرائيل وليس حل المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا هو معضلة هذا الحل وهذا الشعار. الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة منذ عام 1967، وليس ولا ينادوا لا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة ولا بأي حلول أخرى، ينادون بإنهاء الاحتلال وفكفكة وتفكيك منظومة التحكم والسيطرة الإسرائيلية بالشعب الفلسطيني، وهذا يؤدي إلى يعني حلول من نوع أن تقوم دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 67. نعم. وهذا يسمى من وجهة نظر الدول أنه حل الدولتين. أما فكرة يعني الموافقة المتأخرة على حل الدولتين بالنسبة لحماس، أعتقد بأنها يعني تأتي في الاستيعاب. شكرا. جملة الضغوط العسكرية والسياسية التي تقع على الحرب
الحركة في هذه اللحظة، وربما تحميلها مسؤولية لماذا تأخرت عن ذلك. شكرا. ما الذي تختلف في هذا الحل وفي هذا الشعار عن ما تطالب به منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ أعوام؟ شكرا جزيلا لك من رام الله المحلل السياسي الأستاذ محمد هواش. مشاهدينا، نحن نتابع هذه الصور، كما نذكر بأن هذا القصف لم ينقطع، هو متواصل منذ نحو 46 دقيقة، وبدأ هذه الساعة من الأخبار بالطبع هو قبل ذلك، ولكن هذا القصف الأعنف متواصل من دون انقطاع. في لبنان، أفادت وسائل أعلام محلية بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قاني موجود في بيروت. في المؤازاة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر باستهداف حزب الله لموقعهما، فيما رد على مصادر القصف. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لحشد جنوده وآلياته قرب الحدود مع لبنان. من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. مرحبا بك ناهد، نستطلع منك التطورات العسكرية والقصف المتبادل على الجبهة حيث أنت. نعم حسين، في هذه الأثناء نحن نسمع أصوات إطلاق رصاص، يبدو أنه اشتباك مسلح على الحدود الجنوبية، يعني غير معروف تحديدا في أي نقطة من هذه الحدود، ولكن كان يسمع صوت إطلاق الرصاص بوضوح هذا الاشتباك المسلح. أيضا أشير إلى أنه منذ بعض الوقت كانت هناك غارة إسرائيلية نفذتها إسرائيل منذ حوالي نصف ساعة في منطقة رامية هنا في القطاع الأوسط، هذا كان يعني بعد ساعات من الهدوء الحذر. اليوم عند ساعات بعد الظهر أيضا كان هناك قصف إسرائيلي على أطراف عدة بلدات ردا على استهداف حزب الله لمواقع عسكرية إسرائيلية، منها حدب البستان و بليدة البياض، موقع بليدة البياض، حيث ردت إسرائيل بقصف على مناطق بليدة وعيترون. أيضا كان هناك استهداف من حزب الله لموقع زرعيت وخلت وردي، حيث كان هناك تجمعا لعدد من الآليات والقوات العسكرية بحسب بيان حزب الله، أيضا تم استهدافها، وردت إسرائيل بقصف على أطراف بلدات عيت الشعب ورامية وبيت ليف. إذن يعني هذه هي مجمل التطورات الأمنية التي حصلت الآن. كنا كما ذكرنا نسمع صوت إطلاق الرصاص، يبدو أنه توقف الآن، وكان سبق ذلك الغارة الإسرائيلية التي نفذتها إسرائيل في منطقة رامية منذ حوالي النصف ساعة. أما على الأرض يعني طبعا هناك ترقب لما تحمله الساعات المقبلة. هناك اليوم من المفترض بأن يصل مساء هذا اليوم أو هذه الليلة وزير الجيوش الفرنسية الذي سيحضر إلى الجنوب، سيتوجه إلى الجنوب يوم غد إلى مركز قوات اليونيفيل. عاد إطلاق الرصاص في هذه الأثناء أيضا حسين، يبدو أن اشتباك مسلح كما ذكرنا على الحدود. إذا من الوزير الفرنسي سيتوجه يوم غد إلى الجنوب ليلتقي بقوات اليونيفيل بقيادة اليونيفيل وبالكتيبة الفرنسية العاملة فيها، بالإضافة إلى لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين يوم الجمعة قبل مغادرته لبنان. يعني هذه هي أبرز التطورات. كان هناك أيضا فقد رعيان كانا في منطقة سهل الوزاني، أعلن
أعلنت اليونيفيل بأنها والجيش اللبناني والصليب الأحمر توجهوا إلى تلك المنطقة بعد أن تم إطلاق النار على هذين الراعيين اللذين كانا يقومان برعي الماشية في تلك المنطقة. تم إطلاق الرصاص عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وبعدها حضر الجيش من الجيش اللبناني من أجل العثور عليهما أو البحث عليهما بمواكبة من اليونيفيل التي نسقت مع إسرائيل لوقف إطلاق النار حتى يتم إيجادهما، ولكن ذلك لم يوفق لم يوفقوا في إيجادهما. وأعلن قائد قوات اليونيفيل في بيان بأنهم سيتم استئناف البحث عنهما يوم غد. يعني هذه هي مجمل التطورات الأمنية من على الحدود الجنوبية لهذا اليوم. يمكن القول بأن اليوم أهدأ من الأيام السابقة أو أخف العمليات العسكرية التي حصلت أقل من تلك التي كانت حصلت خلال الأيام السابقة. حسين، طيب ناهد، كذلك أريد أن أسأل، يعني مع تقديم كل الناس الآن في هذه العملية العسكرية، يعني ثمنا باهظا لما يجري الآن، العمل الذي تقومون به ونقل الأخبار، العراقيل، التسهيلات إن كانت موجودة، لحظة متابعة الأخبار أولا بأول. نعم، يعني بالنسبة لنا كلنا كزملاء في المؤسسات الإعلامية نتعاون فيما بيننا في المواقع التي نكون فيها. بالنسبة لتنقلاتنا لا يمكن أن نقول، يمكن أن تكون هذه التنقلات في ساعات قبل الظهر، بعد الظهر هناك نوع من يعني المخاطرة في التنقل في المناطق الجنوبية، لأنه في الآونة الأخيرة كانت معظم العمليات الأمنية تكون عند ساعات بعد الظهر. نعم. لذلك يعني نفضل أن يكون التجوال في ساعات النهار وعندما يكون هناك هدوء طبعا على الجبهة الجنوبية. غير ذلك يعني طبعا يكون هامش التحرك قليل نوعا. نعم. ما نرى دائما سيارات اليونيفيل في مختلف المناطق الحدودية تسير دورياتها، خصوصا وأن هناك مراكز اليونيفيل مختلفة في عدد من المناطق الحدودية، بالإضافة طبعا. نعم. إلى الجيش اللبناني الذي يواكب اليونيفيل. غير ذلك الطرقات شبه خالية من أي سيارات أو تحركات في هذه المناطق. نعم، شكرا جزيلا لك زميلتي ناهد يوسف، مراسلة الحدث من الجنوب اللبناني. إذن مشاهدينا، نحن نتابع هذه الصور التي ترد على الهواء مباشر، ونذكر الذين انضموا إلينا بأن هذا القصف متواصل على قطاع غزة، وكذلك على الجبهة الشمالية هناك اشتباك كما أفادت زميلتي ناهد يوسف قبل قليل، غارات وقصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واصلنا معكم مشاهدينا. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. العالم يتغير.
تتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعيني أبدأ بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل. لو طلب إلينا من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. تغيب آفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة، صرخات تعبر الحدود، ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصمت والصورة، وحتى لا تنسى قصصه نحن نوثقها بكل تفاصيلها. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآس. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. ويبقى الأمل ما يدفع الإنسان ليستمر. نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. الشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرفوننا بالهروب، حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. مقتل 16 جنديا إسرائيليا في المواجهات البرية، والاشتباكات تتوسع مع الفصائل الفلسطينية على كافة محاور غزة. حماس تنشر تسجيلا لاشتباكات عناصرها مع قوات إسرائيلية في حي الزيتون، وإسرائيل توثق عملياتها في قطاع غزة. اليوم الثاني على التوالي قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. بعد طول انتظار مئات الأجانب والجرحى يغادرون غزة باتجاه مصر، وبايدن يتعهد بإخراج الأمريكيين من القطاع.
الأمم المتحدة تعتبر القتال في غزة دخل مرحلة العواقب الإنسانية المروعة وتتحدث عن فظائع بعد قصف جبهتها. أهلا بكم. وجه الجيش الإسرائيلي رسالة إلى أهالي قطاع غزة قال فيها إن الوقت بدأ ينفد وإن لحظة اجتياح الجيش لغزة أصبحت وشيكة، مشيرا إلى أن القضاء على حركة حماس وأن تدميرها أمر واقع لا محال على حد قوله. وقال الجيش الإسرائيلي مخاطبا أهالي غزة إن الفرصة المتاحة لهم ستنفد عن قريب والقرار بيدهم، داعيا إياهم إلى الإدلاء بمعلومات موثوق بها بخصوص مكان وجود مخطوفين. مناشير الآن في خان يونس. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث خالد القاسم. مرحبا بك خالد، نستطلع منك حال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية. كلما ظهرت معنا برسالة تحدثت عن مزيد من الضحايا. خالد، ماذا عن اليوم؟ نعم، في هذه الأثناء إحسان تجتاح قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة جبع بمحافظة جنين وتدور هناك مواجهات واشتباكات مسلحة. أيضا اجتاح الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة بلدة جماعين بمحافظة سلفيت في هذه الأثناء وتدور هناك مواجهات، وأفاد شهود العيان بأن الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين. قبل حوالي الساعة تحدثت الأنباء عن إيقاف مركبة بها 7 شبان فلسطينيين على حاجز الكونتينر. شهود العيان أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي أو الجنود المتواجدين على الحاجز قاموا بإنزال الركاب 7 واعتدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على شتم حركة حماس وأيضا النداء بصوت عالي بأنهم يتواجدون في دولة إسرائيل. أما صباحا فقد قتل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين 3 فلسطينيين وأصاب 5 بالرصاص الحي، حيث اقتحمت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي مخيم جنين تبعتها قوات كبيرة من الجيش. شهود العيان أفادوا بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بالصواريخ مجموعة من الفلسطينيين ما أدى إلى مقتل 3، كما استخدمت القوات الإسرائيلية جرافة ضخمة قامت بتدمير جزء كبير من البنية التحتية وتجريف الشارع الرئيسي لمخيم جنين وهدم مدخل المخيم. أما بالنسبة لاعتداءات المستوطنين هذا اليوم فقد
بدأت بالتصاعد، حيث قاموا بالاستيلاء على متنزه في بلدة قريوط بمحافظة نابلس، وقاموا بطرد الفلسطينيين المتواجدين هناك. أيضا في بلدة ديرستيا بمحافظة سلفيت استولى المستوطنون على قطعة أرض ووضعوا عليها منازل متنقلة، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق مخارج البلدة باتجاه تلك المنطقة بالمكعبات الإسمنتية. المستوطنون أيضا اعتدوا على قاطفي الزيتون في بلدة قصرة في محافظة نابلس، كما قام الجيش الإسرائيلي بطرد قاطفي الزيتون في بلدة واد فوقين بمحافظة بيت اللحم. شكرا جزيلا لك من رام الله، مراسل الحدث الزميل خالد القاسم. إذن مشاهدينا نتابع هذه التغطية من دير البلح، ينضم إلينا الصحفي أسامة الكحلوت. مرحبا بك أسامة، نستطلع منك أخبار المنطقة حيث أنت، ما الجديد لديك أسامة؟ يعني حتى هذه اللحظة هدوء على مستوى قطاع غزة، ولكن سبق هذا الهدوء استهدافات متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع، سواء باستهداف منازل غرب وشرق مدينة خان يونس، واستهداف آخر في رفح، واستهداف بالمدفعية في منطقة شرق دير البلح والمغازي والبريج. هذه المناطق الحدودية لم يتوقف قصفها بالمدفعية الإسرائيلية، ولكن كان هناك الاستهدافات الأعنف. اليوم كان لمخبز في منطقة النصر وسط مدينة غزة، وأدى هذا إلى سقوط عشرات الضحايا والإصابات، نقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف آخر في منطقة بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا كما حدث أول أمس باستهداف مربع سكني، ولكن هذه المرة أخف قليل. هناك إصابات في هذا الاستهداف، يعني يحاول الجيش الإسرائيلي قصف كل ما يمكنه أن يعني يدعم ويقوي صمود المواطن الفلسطيني الذي رفض النزوح من مدينة غزة وشمال قطاع غزة باتجاه الوسط والجنوب، فلذلك يتجه إلى قصف المخابز التي تدعم وجود المواطن في منطقته، كما حدث في مدينة غزة بقصف مخبز الشرق، وأدى ذلك إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والإصابات، وأصبح رغيف الخبز مغمس بالدماء. هذه المخابز هي التي يعني تدعم صمود المواطن وتبقيه في بيته من خلال الحصول على الخبز صباح كل يوم والحصول على المياه من مناطق مجاورة، فلذلك اتجه لقصف أكثر من مخبز خلال الفترات الماضية، بالإضافة للقصف في منطقة جباليا. حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تحاول انتشال يعني ناجين من تحت ركام برج المهندسين الذي تم قصفه عصر أمس في منطقة النصيرات. عدد الضحايا وصل إلى 70 حتى هذه اللحظة من تحت ركام المنزل، ولكن هناك عدد مضاعف لهذا العدد أيضا ما زالوا تحت ركام البرج. نتحدث هنا عن حفار واحد يعمل منذ ساعات الصباح حتى ساعات المغرب في محاولة للبحث عن ناجين، ويتوقف مع ساعات المغرب وعلى أن يستكمل نشاطه من جديد صباح يوم غد. هذا هو الحال في كل المنازل المدمرة والأبراج التي يتم استهدافها بالطيران الحربي الإسرائيلي، الإمكانيات محدودة والوقود يبدأ بالنفاذ. أود الإشارة هنا إلى أن الطائرات قصفت مستشفى الحلو الدولي وسط مدينة غزة، وهذا المستشفى يعني مستشفى خاص، ولكن تم تحويله خلال فترة التصعيد الحالية إلى مستشفى مخصص للولادة لتخفيف العبء عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، فتعرض للقصف الطابق العلوي في المستشفى، وهذا يعرض حياة المريضات والوافدات إلى المستشفى للولادة للخطر، كما هو الحال في المستشفى التركي الذي يقع
جنوب مدينة غزة حيث تعرض للقصف، وهذا يعرض حياة 10,000 مريض سرطان للخطر. هذا ما جاء على لسان مدير المستشفى والذي قال أن القصف المباشر قد يستدعي الآن إخلاء عدد كبير من المرضى ويعرض حياة 10,000 مريض للخطر، وقد يتم نقل المنومين من المرضى داخل المستشفى إلى مشافي مجاورة تجنبا للمخاطر وحفاظا على حياتهم. شكرا جزيلا لك من دير البلاحة الصحفي أسامة الكحلوت. قال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة هشام عدوان، قال إن معبر رفح سيفتح غدا الخميس لاستكمال خروج حملة الجنسية الأجنبية من غزة إلى مصر ودخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى القطاع. وكان مسؤول فلسطيني قال إن 76 جريحا ومرافقا غادروا غزة بسيارات الإسعاف إلى مصر، كما غادرت 6 حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية، مشيرا إلى وصول 51 شاحنة تحمل مساعدات. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه تمت الموافقة على مغادرة الأجانب الموجودين في غزة إلى الخارج عبر معبر رفح، وأكد على زيادة دخول القوافل إلى القطاع يوما بعد آخر. دعونا نبدأ برفح. لقد تمت الموافقة على مغادرة مزدوجي الجنسية والأجانب من غزة عبر رفح، ونبذل جهدا كبيرا للوصول إلى أسرهم بسلام، والأمر هذا يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة لنا. دخلت 59 شاحنة إلى غزة، ويعتبر هذا الرقم الأكبر منذ بدء دخول المساعدات، ونتوقع ارتفاع العدد يوميا. وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة. سيغادر الوزير بلينكين إلى الأردن وإسرائيل، وسيلتقي نتنياهو وأعضاء آخرين من الحكومة الإسرائيلية، وسيستمع لخططهم وإن تم تحقيق أهداف الحرب والحث على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الضحايا المدنيين وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا خارج غزة، ونعمل دوما للوصول إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط. هذا وتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خروج المزيد من الرعاية الأمريكيين من غزة في الأيام المقبلة. بايدن شدد على عدم توقف بلاده عن العمل على إخراج الأمريكيين من غزة، فيما أعلنت الخارجية الفرنسية أن مجموعة أولى من مواطنيها مكونة من 5 أفراد تمكنت من مغادرة غزة عبر معبر رفح. وذكرت الخارجية في بيان لها أنها تواصل جهودها حتى يتسنى لجميع المواطنين وكلائهم وعائلاتهم مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن. من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق الدكتور عماد جاد. مرحبا بك يا دكتور عماد. كيف يعني يمكن إنقاذ المزيد من الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل قرار من حكومة بنيامين نتنياهو المضي قدما في مسألة اجتياح قطاع غزة؟ مساء النور أستاذ حسين. يعني أتصور أن ما نقرأهم على شاشتكم بأن بايدن يتحدث عن الأبعاد الإنسانية وإدخال الشاحنات وأيضا جوزيب بوريل
من الاتحاد الأوروبي، كل ذلك بعد أن أعطوا الضوء الأخضر بالكامل لنتنياهو وقالوا كلنا صهاينة، كلنا يهود، كلنا إسرائيليون، أن غزة، أن حماس هي داعش، وبالتالي وفروا الأرضية الكاملة لنتنياهو لكي يسير إلى المدى الأقصى، سواء ترحيل سكان من الشمال إلى الجنوب، أو كان يتطلع إلى دفعهم إلى شمال سيناء. أتصور أننا في حاجة أستاذ حسين لو سمحت لي لتحليل الموقف بعقل بارد، بمعنى أنه الآن غزة تخضع لدمار شامل، أهل غزة يخضعون لإبادة جماعية. أتصور أن ما ذكرته الوثيقة الألمانية وأكدت عليه بلومبرج هو أنهم يبحثون سيناريوهات. إذا أردنا أن نتحدث بشكل حقيقي، من يدرس تاريخ الاستعمار سيجد أن كانت هناك دول تمتلك مكونات دولة فحصلت على استقلالها زي مصر والجزائر والمغرب وغيره، وهناك أقاليم لم تكن مهيئة للاستقلال فوضعت مؤقتا تحت الإدارة الدولية. الآن ضمن السيناريوهات المطروحة هي وضع غزة تحت الإدارة الدولية. تحت الإدارة الدولية تغلق معابرها مع إسرائيل، يعمل المعبر رفح بين مصر وقطاع غزة بتواجد دولي وليس أمريكي، بتواجد أممي، كل منظمات الإغاثة ومنظمات الطبية والوقود وبتاع يبقى ما بين مصر والمجتمع الدولي، وتوضع رؤية من البداية. ما موقف مصر من ذلك؟ واضحة أقصاها 3 سنوات. دكتور أنت لست يعني مصر ممثلا للحكومة ولا ناطقا باسمها، ولكن أنا لابد أن أسألك يعني طبعا يعني قراءتك، ما الذي سيكون عليه الموقف المصري؟ بص أستاذ حسين، مصر ترفض سيناريوهين. السيناريو الأول ترحيل أهل القطاع إلى شمال سيناء، ده سيناريو مرفوض. السيناريو الثاني عودة مصر لقطاع غزة زي ما كان في الفترة من 48 ل 67، من أول حرب 48 لغاية عدوان 67 بعد ما احتلت إسرائيل. السيناريوين دول مرفوضين. مصر مع دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 5 من 67 زي ما الموقف الفلسطيني والعربي بصفة عامة. كيف يتحقق ذلك؟ أنا أتصور أن ذلك يتحقق برفع يد إسرائيل تماما عن قطاع غزة، وأن يأتي توضع غزة تحت الإدارة الدولية، ليس فقط إدارة دولية فوريفر يعني إلى ما شاء الله، لا، إدارة دولية بمعنى أنت عندك عايز تأكل وتشرب وتعالج وتعمل إعادة إعمار ولا يوجد فيتو إسرائيلي على دخول الشاحنات من مصر، شاحنات وقود، شاحنات مواد غذائية، مواد طبية، حتى تبادل زيارات ما بين المصريين وبين الغزاويين. بس ده متطلب شيء واحد، متطلب أنه كل يوم بيمر بيسقط من أهالينا في قطاع غزة العشرات والمئات، والنهاردة قربنا على 9,000. طيب حماس مستنية إيه؟ المجتمع الدولي. يعني أنا استمعت لإسماعيل هنية. طيب تفضل دكتور، المعذرة. يعني إسماعيل هنية بيتكلم على 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 رؤية معينة، كويس؟ أنا بقول له إنه اسحب مقاتليك، اسحب مقاتليك في إطار سياق يتحط غزة تحت المجتمع، تحت الإدارة الدولية. هنا ستتدخل الدول العربية ربما القمة القادمة في الرياض وتطالب المجتمع الدولي بأن يتسلم قطاع غزة ويحط لنا خطة زمنية لمفاوضات تسوية سياسية وصدر المشكلة الإسرائيلي. يعني نتنياهو مش هيكمل لو توقفت هذه الأمور، يعني لو أعلنت حماس خروجها من وقف العمليات وخروجها، إسرائيل هتعمل إيه؟ لازم هتسلم بالأمر الواقع للمجتمع الدولي. طيب. والمجتمع الدولي بعد كده عارف أنه لا يوجد حل عسكري للصراع ولا بد من مسيرة للتسوية السياسية. حماس هتستمر في الأنفاق وتستمر إسرائيل. اسمح لي دكتور. 10 أضعاف. اسمح لي دكتور، يعني تحدثت وسأسألك عن نقطتين اثنتين. مسألة أولا المجتمع الدولي أن يكون هو ملما بقطاع غزة، وهذا برضا مصر، ذهاب وإياب وغير ذلك. هذا أولا يقول لك من يتابع هذا الشأن بأنه يترتب على القاهرة مسؤوليات أمنية كذلك، يعني الموضوع ليس الأكل والشرب،
هناك أمن يجب أن يكون فيه في قطاع غزة. ثانيا هذه المسألة ألا تشكل انفصالا لقطاع غزة عن البلد الأم عن فلسطين؟ النقطة الأولى إن إحنا بنتكلم على وضعها تحت الإدارة الدولية، بمعنى تيجي قوات من الأمم المتحدة زي ما راحت البوسنة، زي ما راحت كوسوفو، زي ما راحت الأماكن دي، يبقى في أمن من قوات متعددة الجنسيات تتولى تأمين الأمن. اتنين، إن لو حماس رفعت إيدها أهل غزة زيهم زي أهل مصر، مش هيبقى في خطر أمني. وممكن حتى لو في خطر أمني ممكن مصر تتحمله. النقطة الثانية انه احنا بنتكلم على، انت حضرتك بتقول لي تنفصل عن الوطن الام، هو فين الوطن الام؟ ما هي حماس فصل القطاع من 2007 ولا تعترف بالسلطة الوطنية، وطردت الامن الوقائي الفلسطيني، وبيروحوا يقعدوا مع الاسرائيليين بشكل غير مباشر، وبتفاوضوا مع الاسرائيليين عن طريق اطراف ثالثة، وما بيقعدوش مع ابو مازن، وابو مازن كان متعرض لمحاوله اغتيال في قطاع غزه. فالانفصال جغرافيا يا استاذ حسين، يعني المسافه ما بين الضفه وغزه يعني عشرات الكيلومترات، فهو في انفصال جغرافي. ده احنا بنقول بعد الدوله الفلسطينيه هيبقى يا اما في قطر على كوبري او نفق تحت الارض عشان يوصل غزه بالضفه. ولكن يا دكتور عماد هتقول لي طيب، ولكن يا دكتور عماد بنصف دقيقه، يعني هم العلاقة مع السلطة الفلسطينية، هم يقولون بأن السلطة الفلسطينية تنسق مع إسرائيل، وما من اجتماع ما بين حماس وإسرائيل، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك اتفاق ما بين حماس والسلطة الفلسطينية على أن أي شيء سيكون لدى الجانب الإسرائيلي. أستاذ حسين خليني أقولها لحضرتك باختصار، حماس هي من أفشلت اتفاق أوسلو من خلال العمليات الانتحارية اللي عملتها جوه تل أبيب والقدس وغيره. اتنين، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس عقد مؤتمر في قطر وقالوا أنه يقبل بدولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 من يونيو 67، ما هو ده ميثاق منظمة التحرير. هو احنا عايزين نبقى في الصورة ولا نبقاش في الصورة؟ حماس لا تعترف بإسرائيل، خليكي بعيد عن الموضوع وصدري السلطة الوطنية. والمجتمع الدولي بعد 7 أكتوبر لن يتعامل مع حماس ولا مع مسؤولي حماس، وبالتالي صدر فلسطينيين يتعاملوا مع المجتمع الدولي. ما السلطة لازم تتعامل مع إسرائيل، ده بتجمع ضرائب نيابة عنها وفي تنسيق أمني، وأبو مازن ما بيعرفش يخرج غير ما بينسق أمنيا. يعني ده واقع موجود، وحتى بعد إعلان الدولة الفلسطينية إن شاء الله هيكون في تعاون كبير بينهم وبين إسرائيل، لأنهم متداخلين جغرافيا وفي عمالة وفي اعتماد على كهرباء وفي اعتماد على كل شيء، لا سيما الضفة الغربية. فبالتالي أنا رأيي النكبة حينما تم تديين الصراع وديانته حماس، وقبلت في الآخر بما كانت تسعى إليه، بما كانت تتضمنه اتفاقية أوسلو. لماذا العمليات التي أفشلت الاتفاق ووزاها اليمين الإسرائيلي المتطرف باغتيال رابين؟ نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق الدكتور عماد جهد. إذن تعليقا على فتح معبر رفح، قال السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط، قال إنه كان من المفترض مغادرة الأجانب من قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب، متهما إسرائيل بعرقلة خروجهم من خلال قصفها المعبر من الجانب الفلسطيني. الأجانب يجب كان مغادرتهم من اليوم الأول، كل من يحمل جنسية أجنبية ويريد أن يغادر، الذي منع ذلك هي إسرائيل، هي التي قصفت المعبر من الجانب الفلسطيني، وبالتالي منعت أي إمكانية لدخول مساعدات إنسانية. أما وقد حصل هذا، نريد أن تدخل المساعدات الإنسانية بكميات هائلة، لأن حجم الكارثة الموجودة في قطاع غزة لا يمكن تصورها، هو تقصد لكل ما هو بشر، لكل ما هو مؤسسة، هو إنهاء للمجتمع. نتواجد على معبر رفح البري جنوب قطاع غزة الذي فتح اليوم لنقل أكثر من 80 مصابا من مئات الإصابات داخل مستشفيات قطاع غزة جراء الاستهدافات الإسرائيلية، ونحن في اليوم 26 من الحرب على قطاع غزة. فتح المعبر لنقلهم بشكل مباشر لتلقي العلاج في المستشفيات
المصرية. المعبر لم يفتح فقط للمصابين، إنما فتح أيضا أمام الرعاية الأجانب في قطاع غزة. كما تشاهدون في الصورة هناك المئات من أصحاب الجوازات الأجنبية المتواجدين داخل قطاع غزة. هناك كشوفات لصقت على أبواب المعبر لمن وضع اسمه، وهناك المئات توجهوا من داخل قطاع غزة عندما علموا أن معبر رفح فتح. جاءوا على أمل أن يفتح المعبر أمامهم ويخرجوا من قطاع غزة. معي هنا أحد المواطنين الذين يعني جاءوا على أمل أن يخرجوا من قطاع غزة. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم أنت جيت على المعبر، هل اسمك موجود ولا جيت على أمل أنه أنت ممكن تطلع في ظل فتحه؟ لا والله اسمي مش موجود، علشان ما كان في نت وأقدر أشوف الأسماء إذا اسمي موجود ولا لا. لهذا السبب أجيت بدون ما أشوف الكشوفات. أنت وين وجهتك؟ شو الجواز اللي حامله؟ ألماني. كنا احنا ساكنين او عايشين حاليا في مستشفى الاوروبي ومتجهين على المانيا ان شاء الله. ان شاء الله راح تنتظر عبين ما يفتح ولا عبين ما تطلع ولا لسه ما حكوا لكم اي شيء؟ تحدثتوا مع السلطات هنا في المعبر؟ لا والله حكوا لنا هنا انه خلص الاسماء مش موجوده يرجعوا، فاحنا بدنا نرجع هلا على البيت او على المستشفى ولحد ما تنزل اسامينا ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني مشاهدينا هذه صوره اجواء المعبر اليوم بعد ان تم فتحه ليوم واحد لنقل المصابين من قطاع غزه، وايضا لخروج ايضا الرعايا الاجانب من قطاع غزه. على الاقل هناك بعض الرعايا اليوم سوف يخرجوا من قطاع غزة، والأغلبية العظمى سوف تعود إلى قطاع غزة. ونحن يعني نرصد لكم هذه الصور من داخل الصالة الخارجية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما تشاهدون هناك أطفال، نساء، رجال جاءوا من كل المناطق ومن أماكن النزوح الذين يتواجدون بها حالياً. هذا المعبر يعني كان بارقة أمل اليوم لفتحه للمئات من المصابين وأيضا من الرعايا الأجانب في قطاع غزة. أحمد حرب لقناة العربية والحدث من معبر رفح جنوب قطاع غزة. رحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم باستقبال مصر بعض المصابين والمرضى من غزة، وعاد التأكيد على أهمية حماية المستشفيات من القصف والاستغلال لأغراض عسكرية، وشدد على أن الأنظار يجب أن تظل منصبة على احتياجات الآلاف من المرضى في قطاع غزة، إذ أن الكثير منهم في حالة لا تسمح بنقلهم. وطالب مدير منظمة الصحة بالإفراج في وتيرة أسرع عبر تدفق المساعدات الطبية إلى غزة. استدعى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السفير الأردني في إسرائيل فورا تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة. الصفدي أبلغ كذلك الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا، رابطا عودة السفراء بوقف إسرائيل حربها على غزة. وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والمنطقة من تبعاتها. أستاذ العلاقات الدولية وفض نزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن مومني من عمان ينضم إلينا. مرحبا بك دكتور حسن، ما قيمة الخطوة التي قامت بها الخارجية الأردنية اليوم؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. مما لا شك فيه خطوة ذات دلالات تأتي في سياق الموقف الأردني الذي أيضا كان سبق هذه الخطوة كثير من الخطوات والمواقف الأردنية التي اتخذتها بهذا الجانب نتيجة
هذه العملية العسكرية وزيادة التصعيد الإسرائيلي. قبل ذلك الأردن كان مواقف واضحة باتجاه خلينا نسميها بين قوسين بعض المواقف الصقورية باتجاه مسألة التهجير مثلا. وفي أحد أكثر من مناسبة لدرجة أن الأردن ذهب باتجاه أنه إذا حصل التهجير وتهدد المصالح الوطنية الأردنية قد يذهب باتجاه الحرب بهذا الأمر. الآن هذه الخطوة هي بتقدير الشخصي جزء من مجموعة خطوات موجودة في جعبة الدبلوماسية الأردنية موجودة لدى الأردن بهذا الجانب، على اعتبار الأردن في مسألة الصراع العربي الإسرائيلي هو من الدول المركزية مرتبط ارتباط وثيق في القضية الفلسطينية. أيضا هنالك من المفروض أن هنالك حالة سلام بين الأردن وبين إسرائيل بهذا الأمر. إسرائيل تعي مركزية الأردن في هذا السياق، والموقف الأردني بتقدير الشخصي منسجم أيضا مع كثير من مواقف الأطراف العربية في المنطقة في هذا الجانب. فلذلك هي خطوة ذات رمزية، واشتراطية الأردن بأنه لا عودة للسفراء إلا بمسألة وقف إطلاق النار وغيرها، فهي خلنا نفهمها على اعتبار أن الأردن يتصرف بسياق تدريجي تمليه عليه مصالحه بالاستراتيجي بهذا الأمر، وتمليه عليه تطورات في الواقع القضية الفلسطينية بهذا الاتجاه. فلذلك هي خطوة ذات دلالات وذات رمزية سياسية موجهة لإسرائيل. أيضا بتقدير الشخصي حالة السلم اللي مع الولايات مع إسرائيل، أيضا في هنالك شريك استراتيجي زي الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المعنى بهذا الاتجاه، وبالتالي أيضا هي خطوة إلى يعني رسالة رمزية إلى المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعا يمكن خطوة أردنية استباقية. الكل يتحدث الآن عن قمة عربية بعد 11 يوم في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه القمة من المفروض أن تكون هنالك مواقف بهذا الاتجاه، لأن الكل يعلم أن القمم يتم عقدها لاتخاذ خطوات لاتخاذ قرارات بهذا الجانب، هنالك حالة تحضيرية من أجل هذه القمة. فلذلك بتقدير الشخصية من الأهمية. وهل ستؤثر مع حكومة بنيامين نتنياهو الخطوات الرمزية دكتور إذا سمحت؟ هلا على هلا مما لا شك فيه، هنا أنا لا أتحدث عن خطوة، أنا أتحدث عن مجموعة خطوات تدرجية. وبالمناسبة أيضا لا نستطيع أن أتحدث أن القضية الفلسطينية بتعقيدها هي مسؤولية دولة واحدة بعينها بهذا الأمر. الأردن جزء من كل، جزء مهم في هذا الجانب. لذلك على الأطراف العربية الأخرى وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة باتجاه لجم نتنياهو بهذا الأمر، وباتجاه أيضا التأثير على المواقف الأمريكية. هنا لا أحد يدعي يعني تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حقيقة والمواجهات كلها تفيد بأنه لا يوجد هنالك دولة بعينها تستطيع أن تتحمل عبء القضية لحالها بهذا الأمر. القضية الفلسطينية حالة معقدة في سياق الأطراف. لا شك دكتور هذا الموضوع، تطورات في هذا الجانب. نعم لا شك هذا الموضوع، يعني موضوع القضية الفلسطينية هو موضوع كبير، حتى أن دولا كبرى تنوء به من ثقل هذا الملف. ولكن السؤال كذلك يعني سؤالي مرتبط فيما إذا كانت الخطوات الرمزية مع حكومة بهذا الشكل، يعني مرتبط السؤال بحكومة يصفها الإسرائيليون بأنها متطرفة. هذا لب السؤال دكتور. هذا لب السؤال. هذه الحكومة أخي العزيز هي أول من سوف يدفع ويدفع ثمن هذه المواجهة بهذا الجانب. أنا هنا أتحدث عن خطوة ضمن من المفروض أن تكون هنالك ضمن مجموعة خطوات. الموقف الأردني سبق باتجاه موقف ضاغط باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق كثير مع الدول العربية، لكن قطعا خطوة رمزية بهذا الاتجاه لن تثني حكومة تمتلكها الهستيريا بهذا المعنى. لابد أن يكون هنالك خطوات ومواقف تشكل حالة من الضغط على الأطراف المعنية بالذات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الكل يعلم طيب الآن حل الدولتين الأمريكية هي الدولة المرشحة. طيب حل الدولتين دكتور، اليوم إسماعيل هنية يقول مستعدون للتفاوض على حل الدولتين، يعني هذا الحديث يعني أنا تفضل. أنا بتقدير الشخصي هذه خطوة متأخرة جدا جدا بهذا المعنى. طيب محل الدولتين مطروح من سابقا، وإلى حد ما حماس في سياق المقاومة لعبت دور كبير في تدمير حل الدولتين بهذا الجانب. لا شك أن إسرائيل ونتنياهو دمر هذا الأمر، لكن الآن هذا التحول
في موقف حماس بهذا الأمر؟ هل هذا التحول ناتج عن قناعة أم أن هذا التحول ناتج نتيجة لتطورات الظرف الحالي بهذا المعنى بهذا الاتجاه؟ المجتمع الدولي يتحدث عن حل الدولتين، الأمريكان الآن يتحدثون عن حل الدولتين، المبادرة العربية منذ 2002 تتحدث عن حل الدولتين بهذا الأمر. قد يكون موقف بتقدير الشخصي إما أنه في سياق تغيرت قناعات حماس أو في سياق الهروب من ما يجري الآن ومن الضغط الحاصل أو من النتائج المتوقعة بهذا الجانب بهذا الأمر. ما هو لماذا الآن يعني لماذا يتم الحديث بشكل صريح عن حل الدولتين بهذا الجانب وبهذا الأمر؟ أضف إلى ذلك موضوع حل الدولتين بتقدير. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور. انتهى وقتي. أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني من عمان، شكرا يا دكتور. منظمة مراسلون بلا حدود أعلنت رفعها دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق الصحفيين خلال الاقتتال الدائر بين حركة حماس وإسرائيل. وأكدت المنظمة في بيان لها أن الشكوى التي تقدمت بها إلى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب في 31 من أكتوبر، تتضمن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ 7 أكتوبر، و تتضمن 2 أصيباء أثناء ممارسة عملهما، لكن وبحسب قانون إنشاء المحكمة فإنها غير ملزمة بالنظر في القضية أو ملزمة. معاناة النازحين الفلسطينيين في مناطق جنوب قطاع غزة تتفاقم يوميا بسبب النقص الحاد بالمواد الغذائية لا سيما الخبز منها. وتحدث عدد من النازحين عن الأزمة الشديدة في مخابز مدينة رفح، إذ يضطر بعضهم للانتظار ساعات طويلة للحصول على كسرة خبز، في حين لجأت نازحات فلسطينيات إلى شوارع مدينة رفح لالتقاط المخلفات الورقية وكل ما يصلح لإشعال النيران بمساعدة أطفالهن بغية أعداد القليل من الخبز الذي من شأنه إسكات جوع عائلاتهن. الخبز بنطلع من الساعة 2 على الفران، يا دوب يصلنا الدور الساعة 10 الصبح، العجين بخرب، تعين الفران زلونا زل مش طبيعي مش طبيعي، وغلط وسب، ويعني معاناة معاناة معاناة. عشان هيك لجأنا للنار، يعني هينا نشوينا، قلت للأولاد اعملوا لنا الضر هذا متنا، وأنا معايا ضغط بتحملش الشوب. بالنسبة للغاز احنا ما عندنا، ووقفت لنا المدارس ان احنا ما ندخل لا غاز ولا قرص كهرباء ولا كمكم، فاحنا التجأنا في الشوارع في الشوب عشان نخبز الصجل الصغار، وإن شاء الله بنتمنى من كل الدول تقف معانا وربنا ييسر الأمور وإن شاء الله تصير هدنة ونرجع لبيوتنا سالمين غانمين. كما أصبح الوقود في قطاع غزة عملة نادرة يصعب الحصول عليها بسبب القصف الإسرائيلي لمحطات الوقود ونفاد الكميات في المحطات التي لم يدمرها القصف. هذه الظروف القاسية دفعت سائقي المركبات للبحث عن طرق بديلة تمكنهم من تسيير مركباتهم، فأصبح كثير منهم يستخدم زيت الطعام الذي يطلق عليه في قطاع غزة اسم سيرج بديلا عن الوقود وزيت المحرك. ويؤكد سائقون أن أنواع معينة من المركبات يمكن أن تسير فعلا باستخدام زيت الطعام أو زيت الطعام رغم تسببه على المدى الطويل في إتلاف المحركات، بالإضافة إلى انبعاثاته الضارة التي تتسبب في ضيق الأهالي وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يحتملون روائح احتراق الزيت. قوية وعندك في ناس مرضى، هيا أنا مثلا مريض قلب ومزمن معاي، وفريحت لي عن السيرج بالضر، يعني أنا واحد مثلا هيني مريض، يعني لما بقعد فترة هنا مثلا بتضايق في الليل، وغير زي والجيران مثلا ممكن يتضايقوا من ريحة السيرج، والناس الماشية برضو بتضايقوا، لكن ما فيش ما هو بديل لهم، يعني انت ما فيش مثلا توفير بنزين لهم توفير سولر لهم، فبالطار يخلط السولر مع البنزين مع السيرج عشان يمشي حاله برضه، والثاني وراه اسره وبده يعيش زيه زي غيره، فيعني الوضع يعني صعب. قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاجري ان الجيش سيختار الطريقه والتوقيت المناسبين للرد على هجمات الحوثيين على بلاده، واضاف ان الجيش يعرف كيفية الهجوم وأين ومتى يقرر ذلك. هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر جنوبية مدينة إيلات.
في لبنان أفادت وسائل إعلام محلية بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قائني موجود في بيروت. في الموازاة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر باستهداف حزب الله لموقعهما، فيما رد على مصادر القصف. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لحشد جنوده وآلياته قرب الحدود مع لبنان. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور من قطاع غزة. نذكر الذين انضموا إلينا بأن قصفا عنيفا منذ نحو ساعة ونصف ساعة متواصل على قطاع غزة. إذن محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في غزة هناك قصف عنيف الآن مشاهدينا. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني قصف عنيف على محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة. يترقب اللبنانيون بحذر تداعيات التوتر المستمر على حدودهم الجنوبية مع إسرائيل خوفا من نشوب حرب قد لا تحمد عقباها. وفي الوقت الذي يحاول لبنان الرسمي عبر اتصالات دولية وإقليمية تجنيب لبنان الحرب، كشف موقع أمواج ميديا الإيراني عن وجود قائد فيلق القدس إسماعيل قائني في لبنان في مهمة عسكرية تتركز على المساعدة في تنسيق مواجهات محتملة أوسع مع إسرائيل. وكان قائني وصل إلى بيروت في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر المنصرم بحسب مصادر الموقع الإيراني. وذكر الموقع أن قائني غادر بيروت لاحقا لإجراء مشاورات مع قادة هناك في 16 أكتوبر، ثم عاد إلى لبنان في 20 من الشهر ذاته. وتندرج اجتماعات قائني الأخيرة ضمن أنشطة غرفة العمليات المشتركة التي تجمع بين حزب الله وكذلك إيران وحلفائهم الإقليميين، حيث تتأهب القيادة السياسية الإيرانية بشأن احتمال توفير الولايات المتحدة غطاء لإسرائيل لشن عمليات عسكرية أوسع على أكثر من جبهة. وإذا كان ذلك صحيحا فإنه يشير إلى أن إيران لا تأخذ الرسائل الأمريكية الأخيرة التي تدعي فيها الأخيرة أنها تريد تجنب توسيع حرب غزة على محمل الجد وفق أمواج ميديا، ما دفع طهران لحث حلفائها الإقليميين على رفع مستوى جهوزيتهم لمواجهة شاملة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نقل الموقع عن مصادره. وتشير مصادر أمواج ميديا الإيرانية إلى أن الغرض من الهجمات التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في المنطقة هو تنبيه لواشنطن إلى أن حلفاء طهران الإقليميين مستعدون لمستوى أعلى من المواجهة عند تدخل القوات الأمريكية بشكل مباشر في حرب غزة. من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. مرحبا بك ناهد، أستطلع منك الأجواء العسكرية من عندك، وإن كان الهدوء الحذر يخيم بناء على نزعك القبعة الواقية يا ناهد، ولكن استمري في الحذر. نعم،
نعم نعم حسين، كما أشرت الهدوء الحذر يخيم على المنطقة الجنوبية. كانت هناك قبل حوالي ساعة ونصف نفذت إسرائيل غارة في منطقة بين خراج بلدتي رامية وبيت ليف كما ذكرنا سابقا، وغارة أخرى في منطقة القوزح أو على خراج هذه المنطقة. غير ذلك عدا الهدوء الحذر ليخيم على المنطقة، يعني فقط هناك طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء الجنوب منذ بداية التطورات في الجنوبية. غير ذلك يعني ليس هناك من تطورات أمنية كما ذكرت في المقدمة. طبعا هناك قلق وهناك تخوف من أن تحصل تطورات. اليوم كان هناك توزيع لعدد من المؤن الغذائية في هذه المنطقة، منطقة رميش التي نحن فيها. هذه المنطقة هناك عدد من الأهالي لا يزالون يتواجدون فيها، وعليه كان هناك توزيع لبعض المساعدات أو المؤن، صناديق فيها مؤن غذائية لهؤلاء في حال حصلت أي حرب. قطعت الطرقات ولم يتم لم يكن هناك من إمكانية للوصول إلى شراء ما يحتاجونه من مؤن غذائية. أيضا كان هناك جولة للسفير البابوي اليوم في المستشفى الميداني الذي أنشئ في هذه المنطقة أيضا في منطقة رميش، تحسبا لأي تطورات أو كخطوة استباقية في حال حصلت أي حرب، ليكون هناك أطباء جاهزون لمعالجة أي إصابات في حال كانت هناك أي تطورات أمنية. أيضا هناك يوم غد ستكون هناك زيارة لوزير الداخلية إلى منطقة الجنوب، سيزور محافظ مدينة صيدا، بعدها محافظ النبطية، وبعدها سيتوجه إلى صور حيث في مركز اتحاد بلديات الجنوب سيكون هناك لقاء للاطلاع على ما يتم تحضيره أو التنسيق له من خطة الطوارئ، والتي كان تم البحث فيها سابقا مع كل رؤساء البلديات والمحافظين لوضعها في حال كان هناك من حاجة لهكذا خطة طوارئ. يعني كلها خطوات على كل الأصعدة يتم العمل عليها في حال حصلت أي حرب في لبنان. ولكن مع العلم يعني طبعا بأن قدرة لبنان على تنفيذ أو على مساعدة اللبنانيين ضئيلة جدا، هناك نقص في كل شيء، هناك نقص في المؤن، هناك نقص في الدواء، وفي القطاع الصحي في الأساس يعاني نقصا أو شحا في الأدوية اللازمة وفي المستلزمات الطبية. وعليه أي حرب ستحصل في لبنان بالفعل ستكون نتائجها أو ارتداداتها عكسية جدا، لأن لبنان لا يحتمل هكذا حرب أو تبعاته. حتى البنى التحتية يعني مهترئة، لبنان يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية، وعليه هناك فعلا خوف من اللبنانيين أولا من هكذا حرب، وثانيا من تداعياتها عليهم، وكيف يمكن للبنان بأن يساعدهم وهو عاجز عن ذلك نوعا ما. إلى ذلك يعني طبعا الترقب سيد الموقف لما ستحمله الساعات المقبلة للبنان. شكرا جزيلا لك زميلتي نهاد يوسف مراسلة الحدث من الجنوب اللبناني. إذن مشاهدينا، قنا بالمضيئة وقصف متواصل الآن على قطاع غزة. من بيروت ينضم إلينا علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. مرحبا بك أستاذ علي، ما الذي سيقال لكم في لبنان يوم الجمعة؟ أولا مساء الخير أستاذ حسين، وتحياتنا لمشاهدي الحدث. أهلا وسهلا أستاذ. ما سيقال لنا والمقصود اللبنانيين بطبيعة الحال. نعم. برأيي هو كلام في إطار التأكيد على الموقف القائم اليوم، بمعنى أنه حزب الله جاهز في مستعد لأي عدوان إسرائيلي، وأنه سيدافع عن لبنان إلى النهاية، وأنه سيدعم بطريقة لا تخل بمعادلة الدفاع عن لبنان هذه الاستراتيجية، يدعم كل التحركات اللي داخل غزة ومقاتلي وحركة حماس والفلسطينيين، وأنه إذا حصل، يعني أنا أعتقد سيمر كلمات إذا عديدة، في حال حصل كذا سنقوم بكذا، وأيضا هو في نفس الوقت نوع من تظهير أن حزب الله وكان جاهزا وقادرا على أن يتصدى لكثير من الاعتداءات الإسرائيلية، وكان عنصرا وعاملا لاجما لأي محاولة إسرائيلية للتوسع بالحرب.
بالتالي في مناسبة هي أنه يعني نوع من الاحتفاء بسقوط مقاتلي حزب الله في المواجهات الأخيرة، وهذه مناسبة كمان أيضا تقتضي نوع من رفع المعنويات وأيضا نوع من تغير عليك المشهد أستاذ علي. أستاذ علي، أنت صحفي معروف، نعم، وتتابع الأحداث اللبنانية وغير اللبنانية، تغيرت عليك طريقة تعاطي حزب الله مع ما يجري في قطاع غزة؟ كنت تتوقع شيئا وحدث غيره، باعتبار أن يعني مصطلح وحدة الساحات كنت تسمعه أنت ويسمعه آخرون، ولكن على ما يبدو بأن شيئا ما حصل. من هو الذي عزف على سيناريو هذا الشكل وأخرج المشهد بهذه الطريقة؟ لا شك أنه يعني كان مسبوقاً، يعني ما حدث في غزة مسبوق بسلسلة مواقف وتصريحات واحتفالات وكلام كثير عن القدرات المتنامية لحزب الله والمقاومة وقدراتها التدميرية، ومترافق مع حديث عن وحدة الساحات وأنه الساحات متضامنة وهي لن يتخلى بعضها عن بعض، وإنما ستواجه أي كل الساحات، أي ساحة تستهدف ستواجه أي عدوان لهذه الساحات. بطبيعة الحال ما تغير، لأنه نحن سمعنا عدة روايات. في البداية كان في توقع وكان الخوف أكبر لدى اللبنانيين من أن حزب الله أن يذهب إلى المواجهة، وإذا لاحظناه في بداية الأيام الأولى وأيضا بحالات النزوح اللي حصلت في مناطق عديدة من الجنوب اللبناني، كان الحديث في البداية عن أنه في حال استمر العدوان والإسرائيلي والتدمير أن حزب الله ممكن أن يتحرك ومحور المقاومة سيتحرك، وإذا بدأ الهجوم البري فسيتحرك حزب الله وسيتدخل. وأيضا لاحقا قيل إذا استهدفت قيادات حماس سنتحرك. لكن في خضم هذه الأجواء خرج أعادنا ذلك إلى اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، الكلام اللي قاله مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي عندما تحدث بوضوح، يعني بكلمة شديدة التعبير، عندما قال أنه هناك من يريد أن يزج باسم إيران في ما حصل في عملية طوفان الأقصى، وإيران ليس لها علاقة، رغم أنه أشاد في بطبيعة الحال بالعملية اللي حصلت. هذه كانت إشارة واضحة لأن ما يجري في غزة لا يمس مباشر أو لا يعنينا مباشرة، بمعنى يفرض علينا عملية الرد. وكلنا يعلم أنه حزب الله لا يمكن أن يتحرك بمفرده، خاصة أن الرسائل الدولية لاحقا عندما بدأت تأتي رسائل أمريكية وفرنسية تحذيرية إلى لبنان، كمان كان في إشارة واضحة أنه لحزب الله بعدم التدخل، وأيضا في كلام واضح أنه اعتبار تدخل حزب الله هو تدخل إيراني، يعني لا يمكن الفصل شكراً بين تدخل حزب الله في المواجهة وبين التدخل الإيراني. شكرا جزيلا لك من بيروت علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، شكرا يا أستاذ علي. إذن مشاهدينا، نتابع هذه الصور المباشرة، صوت المسيرات الإسرائيلية وهي تمسح أجواء قطاع غزة، ما يعرف في داخل غزة بالزنانات، ويعقب ذلك قصف إسرائيلي متواصل من الطائرات الإسرائيلية ومن المدفعية الإسرائيلية برا وبحرا وجوا. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن قصف عنيف على محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في غزة. نحن نتابع هذه الصور مشاهدينا، نذكر للذين انضموا إلى شاشة الحدث الآن، مراسل الحدث، الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وسط قصف عنيف متواصل غير منقطع. إذن مشاهدينا، نواصل نقل الأخبار أولا بأول على شاشة الحدث، نواصل معكم هذه التغطية ونتابع بعد قليل.
ابقوا معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.